انت بتعترض على كلام عائشة ولا بتعترض على كلام امير في عائشة؟ لا انا اعترض على كلام امير بعائشة، لان امير ما يمثل الشيعة. طيب قولوا لنا يا جماعة، امير عيل صغير حمار وغلط وخلاص، يعني كل كده لو دخل عليا مثلا 20 النهاردة قالوا لي ان حمير عيل صغير وغلط، خلاص هنبدل الحلقات. نعم نعم شيخنا، أمير القريشي حمار ابن 60 حمار، يعني ما يمثلنا. امير قريش حمار؟ ايه قال حمار؟ ايه حمار ابن 60 حمار. خلاص انت كده ابرأت ذمتك، شكرا ليك. نشكر. ماشي، الو اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. اتفضل. ممكن اتداخل مع الشيخ؟ اتفضل، معاك وليد اللي بيكلمك، اتفضل. أخي بدون زحمة، ممكن أسباب طرد هذا القريشي من توبنا من هاي قناة فدك، ممكن توضح لنا أسباب طرده وتفضحه؟ والله انت حضرتك شيعي انت ادرى بيها، قول لنا اسباب الطرد ايه وانا بكلمك عن رايك فيه. اكيد رايي انه اني رايي انا الرجل هذا ضال مضل، الله يعلم موقعه بالنار وين. الله المستعان، شكرا ليك يا استاذ حيدر. اشكرك حبيبي حبيبي حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. فنفس الكلام اللي اتكلموا على ام المؤمنين عائشه، بسبب روايه ام المؤمنين عائشه موجود افظع منه لحميده اللي هي زوجة الامام جعفر عندكم، فهل سيتكلم في حميده كما تكلم في عائشه ام لا؟ طيب الراجل ده بيهدم لكم الدين كده من خلال الاطروحات الهبله اللي بيعملها. انا اصلا متبرأ من عندي. انت بتتبرأ منه؟ نعم متبرأ من عندي. طب والله كويس، ادينا ثلاثه شيعه تبرأوا من حمير، شكرا ليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك شيعي ولا سني؟ شيخ علي اسماعيل شيعي. طب اتفضل. ازيك؟ نحن معلم وليد السيد امير، ما بيوس امير ليس سيد، حتى حيوان لا يمثل الشيعه ولا نقبل منه اي كلمه، واكثر الشيعه لا يقبلون، ولا هو يمثل الشيعه ولا هو موجود في العراق لحتى يمثل الشيعه. تفضل. بس عندي رساله للسنه، الشيخ حمير القريشي لا يمثلنا وبس. والله متشكرين منك. ويعني ايه القنوات اللي عندكم دول بيتكلموا علماء؟ يعني القنوات اللي فاتحينها دي بيتكلم علماء؟ امير قريشي ترى تحدث عن امير قريشي، امير قريشي يمثل نفسه ويمثل كم واحد من الهمج اللي يتبعوه. امير قريشي لا يمثل نفسه، بيمثل الهمج الذين يتبعوه. طب شكرا لك. السلام عليكم. وانا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل يا اخي. دمرت الشيعة، دمرتنا يا اخي. بس قل لي ليش، شنو فرق من الشيعة؟ اريد ارتاح والله. يا انا فان عدتم عدنا. صحيح. تمام صحيح الكلام ده. طيب هل احنا بقى عندنا رواية كده؟ صحيح. هل احنا عندنا رواية كده؟ ماكو ماكو. يبقى علمائك سواء امير سواء خبيث، الاثنين فاسقون حتى يأتوا برواية تقول بهذا الكلام. صحيح والله. صحيح هذول فاسقين. تمام. تمام. فكر في اللي انا قلته لك وشكرا لك. انت قلت خلاص اللي يقول عيل وغلط انا سكر الموضوع، خلاص انا اقول لك عيل وغلط. غلبتني. ايش رايك؟ غلبتني. يعني خلاص انا اقول لك عيل، اقول لك ايه؟ انا اقول لك عيل وغلط. عيل غلط يا شيخ، يا شيخ يا شيخ وليد، انت طالبت احد يقول لك عيل وغلط وانا اسكر هالموضوع، اقفل الموضوع مره واحده. خلاص انا قاعد اقول لك هذا عيل وغلط في كل شيء، قاعد يغلط، ما جت على هالموضوع، هذا يغلط في كل شيء. يعني عيل وغلط هو ما ي... يا شيخ وليد هذا ما يمثل الشيعه نهائيا، ما يمثل الشيعه. ما هو بص، خلينا نتكلم خلينا نتكلم بعقليه شوي، انت راجل محترم ماشي، خلينا نتكلم بعقليه شوي.
يعني انت واحد شاب ربنا يكرمك ويهديك ويتم عليك النعمه رب وتبقى مهدي كده الى ما يحبه الله عز وجل وارضاه، مش اللي يحب وليد ولا اللي انت تحب، الى ما يحبه الله عز وجل وارضاه. شيخ انا رجال شيعي. نعم. احنا ترى الشيعة مو كلها نفس الشيء نفس الفكر، فبس يعني اتوصل لك فد فكره، امثال هذا امير القريشي ترى هذا فد انسان فاشل، ما اتمنى انه تاخذ على الشيعة نظرة امير القريشي. يا سيدي يعني بص يا اصل احنا الكلام ده اخذ منه ياما كما في منهج حمير القريشي. اتفضل. اول شيء استاذ وليد، امير القريشي ما يمثل مذهب، هاي وحده. الثانيه، امير القريشي طالب علم. لا 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 لا, لا, لا ولا طالب علم ولا طالب بطيخ. طبعا انا كنت اتابع امير، دائما اتابع. نعم. بس بالله العظيم ورا هاي الحلقة بعد انتهت سوالفه بعد ما تعبر علينا. الحمد لله، فضل ونعمة من الله، والله الحمد لله. والله أنا علي من أظل مثل أسولف كذيب وأظل دافع كذيب وأظل أقول لك هيك، بس انتهت سوالفه دوم. الحمد لله. والله حضرتك سني ولا شيعي؟ والله أستاذ أنا شيعي يعني من الجنوب. نعم. طب وأنت إيه اللي بقي على تشيعك يعني بعد الفضيحة اللي هو عملها ليه وأتباعه ولدينه؟ حضرتك سني ولا شيعي؟ لا شيعي. طب اتفضل حضرتك، طبق لنا القاعدة بتاعت حمير القريش على العنوان اللي موجود دوت على الرواية اللي موجودة عندنا. اتفضل. شيخ وليد، بالنسبة لأمير القريشي، أمير القريشي يعبر عن نفسه. يعبر عن نفسه. متشكرين منك يا باشا، متشكرين منك، يعبر عن نفسه. يعني أنا هذا جيد، هذه قاعدة باطلة، قاعدة حتى لو أمير القريشي أنا لست، هذه قاعدة هراء، هذه ليست قاعدة، لابد أن ننظر في الكتب، الرواية موجودة هنا وموجودة هنا، الصحيح بنفس المعنى، تختلف الألفاظ، ما الذي نرفضه في الرواية؟ هل هذا حقيقي؟ أمر حكم شرعي، إذا كان حكم شرعي مشترك عندنا وعندكم، ما الذي نرفضه في الروايات؟ وما هي ما هو مدلول هذه الرواية وما هو مدلول هذه الرواية؟ هذا الذي ننظر فيه. يعني أنا إذا أنت تحتاج علي برواية أنا أعطيك الرواية اللي عندك، نشوف إحنا نصل إلى نتيجة. هذا ليس كلام، هذه قاعدة باطلة. ولا يمكن في كده. إيه هذا، هذه قاعدة أصلا باطلة.